نتحول الى الفقره الحواريه الثانيه في حلقه الليله. واحد ايضا من الملفات الغايه في الاهميه، الحكومه تحدثت منذ ايام قليله عن اطلاق المرحله الثانيه من برنامج الاصلاح الاقتصادي. هذه المرحله ترتبط بالاصلاحات الهيكليه والاداريه، وهنا بعض المخاوف ثارت لدى بعض الناس من الممكن ان تطالهم بعض الامور السلبيه على خلفيه هذه الاصلاحات. الدوله بدورها او تحديدا الحكومه اذا اردنا الدقه في التوصيف، طمأنت الجميع وأكدت على لسان رئيس الوزراء وبعض الوزراء الذين تحدثوا عن هذا البرنامج أنه لن يطال أي شخص أي أمور سلبية على ذكر الحديث على فكرة الإصلاحات الهيكلية والإدارية. دعونا بداية نرحب بضيفنا الكريم الذي نشرف به الحديث هذا الموضوع، دكتور محمد طه الجوهري، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي. أهلا بك يا دكتور، دايما نسعد بوجود حضرتك معنا. انا سعيد بوجودي معك. ونمني انفسنا ان شاء الله ان احنا حضرتك تبسط لنا الموضوع كالعاده، وهنطرح يعني معظم الاسئله التي ربما تثار في ذهن الناس على خلفيه هذا الموضوع. ان شاء الله. لكن بدايه نتابع هذا التقرير ثم نبدا الحديث مع حضرتك ان شاء الله. تدخل مصر بقوة في عملية الإصلاحات الهيكلية بعدما أدى الإصلاح الاقتصادي بمرحلته الأولى للاستقرار الاقتصادي والمالي بمؤشرات الاقتصاد الكلية، سواء كانت متمثلة في النمو والبطالة والتضخم وعجز الموازنة وسعر الصرف وميزان المدفوعات. خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بين 6 و7% في 3 سنوات المقبلة مع تطبيقها جولة إصلاحات جديدة من السنة المالية القادمة التي تبدأ في يوليو المقبل. إن احنا بنركز على محاور أساسية في أو 5 منظومات لعملية الإصلاح، منظومة التشريعات وإزاي إن احنا التركيز المرحلة القادمة على تسهيل وتبسيط التشريعات وتوحيدها، منظومة الأداء الحكومي، تيسير كل المعاملات الحكومية والميكنة والرقمنة لكل العمليات، موضوع اللوجستيات وتحقيق طفرة هائلة في منظومة كفاءة النقل واللوجستيات لخدمة المواطنين ومجتمع الأعمال، منظومة التمويل ومواصلة طبعا تحقيق موضوع الشمول المالي وتيسير وتوزيع الحصول على الخدمات المختلفة، ويعني وأخيرا طبعا وليس آخرا موضوع الحقيقة خصائص وتطوير خصائص السكان والأسرة المصرية، لأن طبعا دي مهمة جدا، ويمكن الحمد لله جزء من نجاح البرنامج في المرحلة الأولى أن الدولة المصرية بالتوازي مع الجزء بتاع الإصلاح الاقتصادي كان بتقوم عملت برنامج قوي جدا للحماية الاجتماعية. وتستهدف الإصلاحات الهيكلية الوصول إلى معدلات نمو مستدامة لا تتأثر بالأوضاع الاستثنائية حسب ما ذكر مدبولي، مشددا على أهمية صيانة مكاسب الإصلاحات المالية والنقدية التي بدأت عام 2016. أهلا بكم مجددا، وجد التحية لضيفنا الكريم دكتور محمد طه الجوهري، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور محمد. كعادة حضرتك دايما لا نزكيك على الله، يعني الأمور الاقتصادية بتبقى صعبة شوية لكن حضرتك بتبسطها بشكل رائع. ده بفضل الله وتواجد حضرتك معنا، ربنا يبارك في حضرتك. فان شاء الله نتمنى انه هذا الملف يعني حضرتك تبسطه كده للناس، وايضا نتحدث عن بعض المخاوف المثاره في الشارع المصري تجاه هذه الخطوات، وان كانت الحكومه طمأنت الجميع. يعني ابدا مع حضرتك، هذه الخطوه من برنامج الاصلاح الاقتصادي هل كانت ضروريه في هذا التوقيت؟ الحقيقه يا فندم جاءت المرحله الثانيه من مرحلة الإصلاح الاقتصادي هي تكملة المرحلة الأولى التي جاءت منذ فترة قصيرة، أو منذ بالتحديد منذ عام 2016، جاءت بإعداد اللوجستي للانطلاق نحو خطة اقتصادية جيدة للنهوض بالاقتصاد القومي المصري. فهذه الخطة كانت منتهجة منذ 2016 وتبدأ في عام 21 الجزء الثاني من الخطة، ألا وهي الخطة الهيكلية لهيكلة ما قاموا به من إقامة منشآت لوجستية للنهوض بالاقتصاد المصري. يعني هي مش مرتبطة باشتراطات من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي؟ الحقيقة دي الحكومة في سنة 2016 اقترحت عدة إصلاحات جوهرية للاقتصاد المصري بناء على
صندوق النقد الدولي والاشتراطات لمنح مصر قروض، وجاءت هذه الشروط لتحسين وضع مصر اكثر فاكثر، لكن هذه الخطه هي تسير نحو مستقبل افضل اقتصادي لمصر. يعني جاءت هذه الخطه نحو رفع الدعم يعني وتحرير سعر الصرف للدولار، مع تحرير السياسات النقدية، مع رفع الدعم عن السلع المدعومة بشكل جزئي، ثم حتى وصلت كل هذه الخطوات اتخذتها الدولة. هذه الخطوات تسير في اتجاه صحيح. أما الجزء الثاني فهو الجزء التكميني، هو جعل الاقتصاد المصري وحدة إنتاجية. أيهما أصعب؟ طبعا الخطوات الاولى الدعم اللوجستي الاول، ان انت بتمهد انت يعني كنهوض باقتصاد القومي كان لابد من انشاء طرق، انشاء قوه كهربائيه تقدر انت تبني فيها استثماراتك وتعمل مصانع، مناطق صناعيه، انشاء كباري لمثل هذه الامور. لا انا بتحدث عن الاصعب من وجهه نظر المواطن. أيوة طبعا هم اكثر ضغطا عليه. الاساس كان في الاول هو المرحله الاولى. المرحله الثانيه على فكره هي في خدمه المواطن، لان المرحله الثانيه يجي فيها انشاء بعض المصانع والصناعات الكبيره والصناعات الصغيره، ويعني استيعاب البطاله الموجوده في الشارع المصري، وجعل الاقتصاد المصري اقتصاد منتج، تقليل العجز في الموازنه ان كانت تتطلب رفع بعض الدعم الجزئي عن بعض السلع، لكن هذا لن يؤثر بكثير، لان ما تم رفعه هو اكثر بكثير من ما سيتم رفعه في الجزء الثاني من الخطة التوسعية. لكن جعل الاقتصاد المصري اقتصاد منتج، هذا أهم جزء في الموضوع. والاقتصاد لن يكون منتج بنفسه، بل يكون منتج بعماله، منتج بمصانعه، منتج باستراتيجيات، بخطط. سوف يستفاد الشعب المصري كثيرا من الخطة أو الجزء الثاني من الإصلاحات الاقتصادية. لكن مسألة الإصلاح الهيكلة والإداري مرتبطة بالاستغناء عن بعض العمالة في الجهاز الإداري للدولة؟ هو مش الاستغناء بالشكل بالشكل الشمولي. طيب. لكن هو تحديد الوظائف بشكل أفضل. أنا هستأذنك نخلي الجزئية ده تنفع تفاصيل كثيرة بعد الموجز، مشكورا علشان بس ما أقطعش حضرتك. طيب. بشكل كبير. نذهب إلى زميل أيمن السيد بعد لحظات قليلة ونظرة موجزة على تطورات الأحداث، بعده نستكمل النقاش. أهلا بكم مجددا، وجد تحية لضيفي الكريم الذي نسعد به للحديث في هذه الفقرة الخاصة جدا من برنامج من القاهرة، دكتور محمد طه الجهري، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي. أهلا بك مجددا يا دكتور محمد. استغلالا لكل ثانية في هذا الحوار، كنا أثرنا قبل موجز الأنباء أن هناك بعض المخاوف لدى بعض الناس أنه مسألة الإصلاح الهيكلي أو الإداري تعني حسب وجهة نظرهم الاستغناء عن بعض الموظفين أو العاملين في الدولة. وحضرتك احنا عارفين أن كل خطة أو يعني كل مشروع لابد أن يكون له يعني له تبعيات أو له عواقب أو له عيوب وله مميزات. لكن أنا شايف أن الإصلاح الإداري التي تقوم بالحكومة في الفترة الماضية هو إصلاح يسير إلى النحو الأفضل. يعني أنا شايف أن توفير كثير من العمالة، أنه عدم التعيينات الكثيرة بالجهاز الإداري المدخم بكثير من الوظائف يعني المستغنى عنها منذ زمن، دي حاجة جيدة في طريقة الإصلاح الاقتصادي. أنا عايزين كل عنصر في البلد يكون عنصر منتج ويعمل في المسار الصحيح، وده شيء إيجابي. أما المخاوف من المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، هي إن كان هناك مخاوف فهناك مخاوف بالطبع، لكنها ليست كالجزء الأول من الإصلاحات، لأن الجزء الأول كان بيشمل لأول مرة في تاريخ مصر يتشال الدعم. إحنا بنقف وقفنا مواقف كثيرة نحو رفع الدعم عن المواطن، وكان لها تبعيات كثيرة، استطاع المواطن أن يتخطى هذه الحواجز وإن إحنا نتأقلم على هذا الموضوع. إنشاء كثير من المشروعات اللوجستية لدعم الاقتصاد القومي ومحطات الطاقة، ده كان شيء جيد جدا في المرحلة الأولى. الجزء الثاني من الإصلاحات الاقتصادية أعتقد سيكون في مصلحة المواطن نحو إيجاد فرص عمل جيدة للمواطنين والشباب. هو منتظر مرحلة ثالثة أو مرحلة لاحقة من الإصلاح؟ بإذن الله. المرحلة الأولى كانت بتشمل على رفع جزء من عجز الموازنة وتحفيز الإنتاج وإنشاء دعم لوجستي. المرحلة الثانية هيكون السعي نحو
انخفاض العجز في الموازنة والارتفاع للدخل القومي المصري للاقتصاد بمشروعات صناعية. أما الجزء الثالث من الاقتصاد كان هيبقى مرحلة البحث عن أسواق إن شاء الله للتصديرية جيدة والبحث عن مكانة مصر نحو الدول المنتجة والاقتصادية. ده الجزء الثالث والأخير ولا في جزء رابع؟ أعتقد بقى الجزء الأخير الورثة. طيب علشان يكون حديث مركز مع حضرتك لضيق الوقت، رئيس الوزراء حدد ملامح هذا الإصلاح الهيكلي والإداري في حوالي 5 نقاط: التشريع والأداء الحكومي، كفاءة التمويل، كفاءة النقل اللوجستي أو اللوجستيات يعني عموما، التمويل ومواصلة فكرة الشمول المالي أو خطوات الشمول المالي، ثم تحدث عن تطوير خصائص السكان والأسرة المصرية. تمام كده؟ تمام. ولا في ملمح تاني؟ لا، هو أنا عايزين نمسك بس كل يعني إيه؟ ما ده أنا عايز أناقشه مع حضرتك واحدة واحدة بالتفصيل. لا، بداية دول أهم 5 ملامح ولا حضرتك حابب تضيف حاجة عليهم؟ لا تمام، هم طيب تمام. إذا ما بدأنا مباشرة بالتشريع. بالتشريع. لطالما انتقد التشريع أو التشريعات المرتبطة بالجانب الاقتصادي إن ربما بعض القوانين من عقود مضت. فحضرتك شايف اجمالي الملف ازاي؟ هو احنا كنا بنواجه بعض الانتقادات في المرحله الاخيره بنوجهها للحكومه عن التشريعات التي صدرت لحمايه المستثمرين. هي يمكن في المرحله الاخيره بدات ان هي تتلافى بعض المشاكل وتوجد بعض التشريعات لحمايه المستثمرين، لكن احنا بنطالب في المرحله القادمه بزياده هذه الـ يعني ضمانات الاستثمار اكثر للمستثمرين، خاصه المستثمرين الاجانب في الاراضي المصريه، لان احنا طبعا خطتنا حمايه المستثمرين من ايه؟ حمايه المستثمرين يعني مزيد من التفاصيل. حمايه يعني المستثمر اللي هيجيب مبلغ واستثمر في مصر لابد ان يعرف جيدا اين سيستثمر، هيعامل اي جهه بالتحديد. انا ما اقدرش ان انا اجيب مستثمر من بره بعدين اقول له انت هتعامل مصلحه الدوله المصريه ووزاره الاستثمار والسجل التجاري، كما ذكرت قبل ذلك عده جهات بيشتركوا في يعني في التعامل مع المستثمر اللي هو جاي من بره عشان يعمل مشروع استثماري. طب ما احنا من سنوات يا دكتور محمد يعني نتكلم في الموضوع ده، ولعل الحديث اصبح ليس له طعم، فكره الشباك الواحد يعني وكانها يعني تحدثنا واخدنا فيها كثيرا. لا احنا بنقول فكره الشباك الواحد دي فعلا احنا سمعنا عنها كتير، لكن هي ما زالت هي غير موجوده. انا بقول لك على يعني قول واحد، يعني حتى انت حضرتك لو يعني حاولت تروح هيئه الاستثمار عشان تعمل حاجه، مفيش حاجه اسمها فكره الشباك الواحد. هي لسه ما زالت برضه فوت علينا بكره، اصل في كورونا، اصل ما فيش موظفين، اصل لسه الموضوع بتاعك يمكن كان عندي موضوع في هيئه الاستثمار خلص في 6 شهور. ما بين مذكرات رايحه في مكاتب رايحه ومكاتب جايه، ده عشان اعتمادات جمعيات وحاجات زي كده، حاجات صغيره يعني مش حاجات بقى استثماريه كبيره يعني. فما زلنا بنواجه بعض الصعاب، عشان كده في اصلاح اداري بيسير مع الاصلاح التشريعي لوجود بعض الفئات اللي هي يعني فاهمه اكثر تحديدا، مدربه اكثر، في رقمنه لجميع العمليات اللي بتتم داخل هيئه الاستثمار عشان نوصل بالاستثمار المصري الى حد امن والى يعني نمو في الاستثمار افضل. في حين ان الموافقات دي ما تاخدش يوم مثلا، ما تاخدش يوم. ده حضرتك ده جوه الهيئه يعني جوه الهيئه بتاعت فيها 6 شهور من مسؤول لمسؤول لمسؤول يقرا يقول لك اصل احنا عرضنا ما اعرفش ايه على الشؤون القانونيه، اصل الرد هيجينا. رقمنه الموضوع ووجود يعني هذه الرقمنه داخل هيئات مهمه زي هيئه الاستثمار طبعا هيضاعف هذا المجهود وهيخلي الوقت والاستثمارات تتضاعف. وبرضه انا بتساءل يعني السيده هاله السعيد الوزيره هاله السعيد هي وزيره مجتهده جدا وهي تتحمل حقيبه الاستثمار والتنميه الاقتصاديه، لماذا لا يكون هناك وزير الاستثمار او وزير الاقتصاد؟ ده سؤال انا بطرحه لان انا شايف ان احنا مهتمين جدا في المرحله ديت باصلاح اقتصادي واستثمار. انا ما عنديش لا وزير اقتصاد ولا عندي وزير استثمار. تمام؟ والسيد المهندس محمد عبد الوهاب وزير يعني رئيس هيئه الاستثمار اعتقد ان هو يعني رجل اداري بحت في مجلس اعلى للاستثمار برئاسه السيد رئيس الوزراء، لكن لماذا لا يكون هناك وزير مسؤول عن هيئه الاستثمار لان او وزير مسؤول عن الاستثمار في مصر؟ برغم ان ده اللي احنا بننادي بيه. المساله تختلف من هيئه الوزاره؟ طبعا تختلف، لان هيبقى في صلاحيات الوزير، مش هيبقى في هيئه لازم تعرض على المجلس الاعلى. طب ما كان في وزاره قديما وبرده كانت نفس القصه ونفس المشاكل الموجوده. احنا يعني اول مره انشات فيها وزاره الاستثمار كانت في عهد محمود محي الدين، كان في اساسيات الوزاره هذه الوزاره تنميه استثمارات الدوله،
وتعظيم استثمارات الدولة تحت إشراف الدولة وكده. طب ليه؟ طب ما هو كان حاجة جميلة جدا. يا طبعا كانت شعارات قبل كده قديمة، وهي باعت بعد كده استثمارات الدولة واشترك في بعض الحاجات، لكن طب احنا عايزين نعظم استثمارات الدولة، وعايزين حد بس فرد واحد يتعامل مع المستثمر من بره، عايز وزير الاستثمار ده يبقى هو يعني هو الوسيط مع طيب. كل المستثمرين في مصر لجميع الوزارات في مصر. عموما اللي يهمنا دلوقتي فكرة القضاء على هذه الإجراءات التي تستغرق شهور وهي لا تستغرق بالطبع. ساعات بالطبع. هتنتهي من حسب وجهة نظرك انت بالرقمنة بالرقمنة طبعا والاستغناء الاستغناء عن العنصر البشري في الاجراءات بشكل او باخر. وبرضه هو العنصر البشري شيء جاي يعني شيء اساسي في العمليه الرقمنه بتتم عن طريق عناصر بشريه، لكن في النهايه لو هذا برضه الشخص يعني مدرب تدريب كافي، وانا شايف ان هم في الفتره الاخيره بداوا يستعينوا ببعض الشباب اللي هو يعني متعلم كويس واللي هو فاهم كويس، تبتدي العمليه تمشي ونبتدي نتقدم نحو يعني شيء افضل للاستثمار في مصر. طيب نقطه اخرى في التشريع، مساله التشريعات القديمه حضرتك ما جبتنيش عليها. التشريعات القديمه هي فعلا بدات الحكومه تتلافى بعض العيوب، يمكن كنت تكلمت عن شيء منها اللي هو خاص بالضرائب او الضريبه على التوزيعات النقديه اللي كانت بتتم عن طريق مصر المقاصه في التوزيعات النقديه التي بتتم للاسهم عن طريق خصم 1%، وبعد كده تسويه المساله ل 9% يتم تسويتهم بعد ذلك. طبعا ناس ما بتدفعش وناس بتهرب وكده، لكن في الوضع الاخير تم اصدار قانون بان هو كل يتم استقطاع 10% من التوزيعات النقديه مباشره مصر المقاصه، ويكون خفضوها ل 5% علشان يكون هناك تحصيل ضرائبي امثل، وده شيء جيد لانهم برضو يمكن استفادوا من التجربه بتاعتهم وبداوا يرجعوا تاني على التشريعات القديمه ويعدلوها. ده شيء كويس ان احنا يعني نعترف بخطأنا وان كان في خطأ في التشريع ونشوف حاجه افضل منه، ومفيش حد منزه من الخطأ، وده شيء جيد. طيب على ذكر التشريع ايضا، هل نحن بحاجه للتوسع في المحاكم الاقتصاديه؟ لا، احنا لو كان عندنا يعني قانون اقتصادي واضح مش هيبقى في محاكم اقتصاديه. وبقى المحاكم الاقتصاديه متوسعه من غير حاجه. كان زمان الرول بتاع المحاكم الاقتصاديه فيه 5 6 7، دلوقتي انا بروح الاقي الرول مثلا 20 100 واحد و200 واحد و300 واحد. طيب مشاكل بدات تتوسع. طب ما يا جدع عايزين نوسع في المحاكم. ما هو ليه يا فندم؟ لان مفيش تفسير للقانون اصلا، ده احنا بنروح المحكمه عشان نفسر قانون. المفروض القانون لما يتعمل يبقى مفسر نفسه. ده حضرتك قانون الشهر العقاري اللي صدر ده من شهرين هم قعدوا يفسروا فيه في جميع القنوات الفضائيه المصريه والغير مصريه يمكن 3 شهور عشان يفسروا القانون. المفروض ان هو يكون واضح. انا لما اعمل تشريع لابد ان كل العامة يفهموه، لو ما عملتش هذا يبقى انا ما اقدرش اوصل لحاجة. طب مين المسؤول عن ده؟ ما الحكومة. انا مش مسؤول عن كده. يعني حضرتك لما القانون الشهر العقاري صدر كام جهة طلعت يعني رئيس الشهر العقاري طلع يتكلم فيه، وهي اصلا ما تخص الشهر العقاري على فكرة، هتخص الضرائب لانها بتحصل. هم كانوا كلهم بيتكلموا على ضريبة التصرفات العقارية مش على رسوم الشهر العقاري. هم خلطوا ما بين الاثنين. لكن لو القانون كان واضح وقاطع لكل الناس كان الموضوع انتهى. وبعدين في الاخر تم تاجيل رئيس الجمهوريه طلع واجل القانون بتاع الشرع العقاري التصرفات العقاريه. لابد ان لما اعمل قانون لازم يكون واضح عشان ما نختلفش. احنا ليه بنروح المحكمه الاقتصاديه لما يكون فيه اختلاف على تطبيق قانون؟ او بمعنى اخر انه لو القوانين او التشريعات فعاله وما فيهاش ثغرات وفعاله فبالتالي بتدي لك حقي مش هتوجد مشاكل. بالتالي مش هيبقى فيه محكمه اقتصاديه. المحكمه الاقتصاديه ما هي مضيعه للوقت برضه. ما انا النهارده بروح وبيبقى فيه خبير ويبقى فيه محامي ويبقى فيه ناس كتير ويبقى فيه محاور كتير بنتكلم عليها وبيبقى فيه غرامات. طب انا ليه اضيع وقت واقف ده؟ في حضرتك بعض المشروعات واقفه على قرارات المحكمه الاقتصاديه ومشروعات بمليارات الدولارات واقفه عشان المحكمه الاقتصاديه. طب انا ليه ادخل المحكمه الاقتصاديه اصلا؟ ده المفروض ان اتوسع في لجان فض المنازعات واتوسع في التحكيم العرفي واتوسع في كل الحاجات اللي بعيد عن المحاكم عشان يبقى فيه شريان بيجري للاقتصاد المصري. التشريعات دي لازم بشكل او باخر تكون مواكبه لبعض التشريعات الدوليه؟ ده بالفعل. يعني النهارده عندنا مثلا العالم كله يتحدث عن الحوكمه وعن الشفافيه والافصاح. لابد ان هذه التشريعات تراعي شفافيه وافصاح وحوكمه في كافه الفئات. حتى على الحكومه نفسها لازم يكون في شفافيه، لازم يكون في افصاح، لازم الحكومه تعلن على المشروعات اللي هي بصدد انشائها، مش مفاجاه كده ان الحته دي اتصورت وتعمل ويقول لك هيعملوا مشروع. طب مشروع ايه وانا مش عارف؟ مثلا هو جنب بيتي ممكن ما اكونش عارف. انت هنا بتتكلم ده مثلا هنا يعني هنا بتتكلم على الناس بشكل في عمومها ولا المعنيين بالشان الاقتصادي؟ هو انا دلوقتي مش انا الحكومه. الحكومة ديت مش هي بتطالب بإفصاح وشفافية؟ لازم أنا أطبق على نفسي الإفصاح والشفافية. وإيه المشكلة لما أنا بعمل طريق مثلا؟ أنا جيت أزور حضرتك في بيتك، فأنا جيت لقيت مثلا كوبري جديد وحاجات بتتهد وحاجات، إيه ده يا جماعة؟
انا طبعا بتضايق عشان انا بضطر ان انا الف وبضطر ان انا اطلع. طب ما تعمل يافطه صغيره اكتب لي فيها قول لي المشروع ده بتاع ايه بالظبط، انت هتعمل ايه، وانا شابوه وانا هبقى مبسوط جدا ان تعمل مشروع كويس. حضرتك يمكن عشان ساكن جنب المشروع عارفه، انا ما اعرفوش. طب ليه ما بتخليش الشعب يساعدك والشعب يقف يقول لك اه كويس انت بتعمل اهو استثمار، بدل ما الاقي انتقادات في كل حته اقول لك ده بيعملوا كذا، ده بيكسروا كذا، ده الرصيف اللي كانوا بيعملوه بعد ما عملوه باسبوعين ده كسروه تاني، ده بيعملوا كوبري بعد ما كانوا عملوا رصف في الشارع زي ما حصل في شوارع كتير، وفي الاخر فوجئنا ان هي في مصلحتنا. طب ما تقول لنا خلي عندك شفافيه وافصاح زي ما انت بتطالب مننا. الحكومه مطالبه بكل المشاريع انها تطلع الناس عليها قبل تنفيذها. ده بص يا فندم، يعني ابسط شيء تعلمناه في علم الاداره ان يكون هناك هدف للمشروع، ولابد ان الهدف ده يكون معلن مش هدف سري. يعني يكون هذا عشان كلنا نسير نحو هذا الهدف. لكن لو حضرتك احنا تيم ورك، احنا مجموعه من الناس بنسير في مكان مننا ومش عارفين هدفنا، كل واحد بيمشي في اتجاهه. لكن لو احنا عندنا هدف معلن من الحكومه ان احنا عندنا تنميه اقتصاديه، احنا عايزين نوسع كذا عشان نعمل كذا، كلنا هنسير في اتجاهه، كلنا هنعمل نحو هذا الهدف. فانا اطالب الحكومه باعلان الاهداف الخاصه بالمشروعات القوميه مجددا وباستمراره قبل ما يفكروا فيها كمان او قبل ما ينفذوها على ارض الواقع، والشعب كله معاهم ايد واحده. طيب النقطه دي مرتبطه بالمحور الثاني اللي اشار اليه رئيس الوزراء، الاداء الحكومي ضمن الاصلاح الهيكلي. ما الذي كان يقصده برايك؟ طبعا الاداء الحكومي، طبعا هو الحكومه في المرحله اللي فاتت دي كانت بتقيم اداء بعض الحقائب الوزاريه في الاداء في المشروعات القوميه التي اثارت منها بعض الوزراء. انا اعتقد ان هيبقى في يعني في بعض التغيرات في الحقائب الوزاريه نتيجه التحليل الاقتصادي في اللي حصل ده، وهل قاموا بدورهم ولا ما قاموش بدورهم. يعني هو المقصود بهنا شخصيات وليس المنهج، منهج العمل، الشفافيه والافصاح زي ما حضرتك تقصد. حضرتك الاثنين موجودين، لازم يكونوا موجودين مع بعض، لان في الناس الشفافيه والافصاح هو في النهايه الوزير ده عباره عن شخص ما بينفذ سياسه الحكومه. تمام. شخص يعني هو وزير منفذ لسياسه الحكومه، يبقى الحكومه لازم تعلن عن سياستها والوزير بينفذها. قد يفشل الوزير في تنفيذ مثل هذه السياسه اللي هو الواجب عليها تنفيذها، ويجب الحكومه انها تغيره. فالحكومه هتعيد تقييم المنظومه الاداريه والمنظومه الاقتصاديه والحقائب الوزاريه للوصول بشكل افضل للاستثمار، وده برضو شيء جيد جدا للاقتصاد المصري على المدى المتوسط والمدى البعيد. انا اجتهدت ان انا اغطي النقط المهمه دي كلها، لكن برضو كالعاده الوقت مع حضرتك امضي سريعا وما اتكلمناش غير في محورين، فباقي حوالي 3 دقايق او دقيقتين اذا كان لك ان انت يعني تجمل بقيه النقاط او اللي حضرتك شايفه مهم في برنامج الاصلاح الهيكلي. والله يا فندم انا عن نفسي كنت بوجه بعض الانتقادات للحكومه في المرحله الاولى من الاصلاح الاقتصادي، لكني بعد ما وجدت هذه الاصلاحات تسير نحو الاتجاه الصحيح في البناء الاقتصادي المصري، فانا يعني بشجعها وبرحب بيها انا وكل المصريين وكل العاملين في المجال، بنقول ان ده حاجه كويسه لنا، وبأتمنى ان شاء الله ان الفتره الجايه تشهد مزيدا من الافصاح والشفافيه على المشروعات القوميه المصارعه، واحنا يعني بنشد من اذر الحكومه في المرحله اللي احنا فيها، خاصه يعني مرحله الجائحه اللي احنا فيها، ان احنا داخلين على مرحله جديده باذن الله، واحنا مع الحكومه في شكل افضل، وان تكون هناك يعني يد بيد مع الحكومه لكي نصل الى مستقبل افضل لاولادنا باذن الله. شكرا جزيلا دكتور محمد على تشريفك لينا وكل ما اثرته من نقاط في هذا الحوار المهم. دكتور محمد طه الجوهري، استاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا. شكرا فندم. في الختام اشكركم ايضا مشاهدينا الكرام، وغدا باذن الله يتجدد اللقاء وحلقه جديده من القاهره بعد قليل، تلتقون بقراءة مميزة لصحف القاهرة صادرة صباح الغد مع زميل أشرف عبد العاطي. ابقوا معنا.